نفكر أننا إخوان أعضاء المجلس حندخل الانتخابات بكرة. نترك هذا الكلام. اليوم نحن نفكر مصلحة الناس. أين مصلحة الناس نمضي معها. والناس ستتضح لهم الصورة. اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة. والذي هو غافل ممكن يظهر له بعد 10 سنين بعد 5 سنين. يقول والله هذا القرار كان صائب. ونحن لدينا قرارات كثيرة اتخذت. تاريخ حكومية عبر تاريخنا للثلاثين السنة الماضية والأربعين السنة الماضية في قرارات اتخذت من قيادات ومن حكومات ومن وكان الناس تباركها في لحظتها وبعض الناس كان ينتقدوها في لحظتها ورغم ذلك تتضح الصورة بعد فترة. اليوم نقول والله القرار الذي اتخذ في تاريخ كذا كان هذا القرار صائب ولا رغم أنه حماسنا لهذا القرار ولكن كان القرار هذا خاطئ ولكن القائد المسؤول يفكر فقط بمصلحة الناس. هل هذا القرار سيؤدي إلى نتائج إيجابية لمصلحة الناس أم سيؤدي إلى دمار؟ أما من الخطاب الشعبوي ممكن الواحد يطلع ويعمل خطاب شعبوي ويحشد الجماهير كله إلى صالحه لكن هو يرى أنه سيذهب إلى حفرة عميقة. هل يقود الناس كلهم إلى هذه الحفرة العميقة ولا يتخذ قرار تاريخي ومسؤول ويقول أنا لا يهمني إلا مصلحة الناس؟ وهذا هو القرار اللي اتخذناه نحن في مجلس القيادة الرئاسي في مسألة قرارات البنك المركزي. وستتضح لكم الأمور يوما بعد يوم أن مجلس القيادة كان على حق.